مرحبا بك، سعداء جدا بلقائي مع كوبيك وخاصة ولو الشيء اللي دارته الدولة كامل. السيد رئيس الجمهورية في المقدمة لترقية اللغة الأمازيغية وجعلها لغة وطنية ورسمية بجانب اللغة العربية، مازلنا مع الأسف من حين إلى آخر نسمع ونشوف بعض الأشياء اللي تحاول دائما تخلي بلبلة. فإذا كان قطاع التربية الوطنية والحمد لله والسهل تدريس الأمازيغية إلى أكثر من 30 ولاية، والمحافظة السامية لها دور كبير وقائمة به يعني كل قدرة وجدارة، تستمر إن شاء الله في انتظار أن تلحق الأكاديمية إن شاء الله قبل نهاية السنة وتعملوا مع بعض. أنك اللي يتساءل هل مع الأكاديمية تبقى المحافظة؟ تبقى المحافظة إن شاء الله. بارك الله فيك.